مساء الخير أصدقائي الرياضيين هواة كرة القدم، تحية من ملعب 5 جويليا الأولمبي اللي يحتضن اليوم لقاء هام في إطار تصفيات كأس الجمهورية الدور الثامن عشر، مقابلة في القمة تنطلق في هذه اللحظة بين مولودية نفط العاصمة بلباس أخضر من اليمين إلى اليسار وجمعية إلكترونيك تيزي وزو. لقاء هام جدا بالنسبة للفريقين، جمهور غفير جدا حيث كل مدرجات الملعب الأولمبي مكتظة بالجمهور الرياضي، حوالي 60,000 متفرج في هذا اللقاء المصيري بالنسبة للفريقين، حيث لابد أن راح نخرج بفريق من الفريقين راح يخرج من هذه المقابلة سواء كان منتصر أو منهزم. المهم هو أن نشوف مقابلة في المستوى المطلوب، مقابلة في مستوى سمعة الفريقين. ذكر اللقاء تاع اليوم راح يأكد ما يأكد القوة تاع المولودية أو يأكد التفوق تاع الجمعية. هذه أول محاولة كانت في الماتش كوب دالجيري في الحقيقة تاع 83 بدا في الماتش الأول تاع الشامبيونا تاع 1-0. C'est-à-dire il fallait gagner le premier match parce que l'abna semaine ou semaine l'autre à la coupe. Il fallait gagner le premier match de championnat باش تكون moralement plus fort que l'adversaire. Ce qu'on a fait, on a fait un grand match de championnat هذاك بين on a dominé اكثر من la coupe. Bon, la coupe بعد bien sûr la coupe c'est la coupe, c'est un cachet spécial وين on a eu نجم نقولوا ميتون 25 مينوت ولا 22 مينوت الاولين لينا، ومن بعد 22 مينوت ليهم، بعد دوزيام ميتون كيف زدنا قسمناها نص ليهم نص لينا. سيتي ان ماتش فريمون سو لو بلون تكنيك ان ماتش اكسترا في القمه. اللقاء هذا يتكون من الحكم الدولي السيد حنص المحمد وبمساعده قليل وبالبشير. انطلق منذ حوالي 2 دقائق، النتيجه مازال 0-0. بن شيخ عنده الكره في وسط الميدان الى بويش على الجهه اليمنى، بويش بمراوغه جميله ويعرقل عرقله واضحه. طبعا كل روح رياضيه، لقاء صعب بالنسبه للفريقين، جمهور غفير قلت جو ربيعي سمح للجمهور باش يتنقل، حماس كبير في المدرجات. مخالفه راح ينفذها بن شيخ علي، قوية الوزيعة الشيخ لكن تمر للتنس. لقاء من المفروض يكون في المستوى من الناحية الفنية، لكن طبعا كرة القدم والكأس خاصة عندها طابعها الخاص، حيث النتيجة هي أهم شيء في اللقاءات مثل هذه. عبد السلام عرقل يدفع السلام، لكن الحكم يطلب من مغيشي باش يلعب اقل خشونه. طبعا فيش خشونه متعمده لكن فيه لعب رجولي، راجع للطابع المحلي نتاع اللقاء. عبو قائد الفريق يلحق عبد السلام، السلام داخل المنطقه ومعه العروسي، صراع كبير بين العروسي وعبد السلام. محيوس في الاخير احسن ما فعل، يخرج الكره تماس مباشره. شاهد صراع بين العروسي وعبد السلام بالحسن عفوا على الجهه اليمنى، عويس ومحيوس. جمعيه الكترونيك تيزي وزو بلباس اصفر واخضر. قلت تصفوي دور الثمن النهائي من تصفيات كأس الجمهورية. بنت ليحة الفرقان زنير يدخل قوة، لعب منحصر في منطقة المولودية الآن، فيه حذر من جانب المولودية، كل اللاعبين تقريبا من زاوية الدفاع. وهذا بويش مع فرقاني يتفوق عليه، لا يتفوق عليه ويعرقله، طبعا يوقفه، يشل الحركة تاع بويش. رقم 10 بويش يلعب كجناح أيمن، شفناه كيف برز في اللقاء اللي
الجراح فريقه امام جمعيه ريفون يفوزه منذ اسبوعين بن شيخ. المراوغات نتاعو بن شيخ يعرقل والاخر الحكم يزيد يعطي مخالفه. الناد كان وقفه فيه حراسه مضروبه على كل لاعب من الفريقين. غريب. باريس يخرج الكره بقوه. تمس. بن شيخ منتظر منه الكثير في اللقاء. مليحه من المصري. مليحه ضربه راسيه لكن تمر جانبيه. كانت فيه التفاف في الدفاع جانب المولوديه. مليحه المراوغه من بنلمو اللي بالاحسن. تلق بنلمو على الجهه اليسرى. كم يترك اللعب. مركان. مليحه المراوغه من فرقاني الجسم. بالاحسن. وزار. منسقه من جانب الجمعيه. وزار يدخل داخل المنطقة. بالحسن. لكن العروسي حسن كان في وضعية حسنة باش يسدد الكرة تاعو لكن تسرع كثير. ضيع منه. فرقاني يبقى الخطر عند الجمعية. يراوغ زوج لاعبين فرقاني والحكم يعطيه مخالفة. واضحة. شيء منتظر أن اللقاء ما يكونش فيه فنيات كبيرة. نظرا للطابع التنافسي نتاعو. كل فريق يبحث على النتيجة الفنية. طبعا في حالة التعادل راح يكون فيه وقت إضافي. بن شيخ مراوغة مليحة ويعرقل. حكم ما يخليش مبدأ الأفضلية. بن شيخ يحتاج على قرار الحكم باعتبار أن بن شيخ كان تخلص من زوج لاعبين ووزع كرته البصري زملائه. لكن فضل يخرجها تمس بعد المضايقة. باريس. والعروسي لقطة فنية مليحة. العروسي اللاعب الشاب حقيقة برز في البطولة الموسم. نظرا للإمكانيات الكبيرة اللي توفر عليها كل فريق وللطابع نتاع المقابلة. مقابلة في الكأس. غريب. عويس يراوغ زوج لاعبين. بالحسن. عبد السلام كمال عفوا. مناد. فرقاني في وسط الميدان. وزع تاع اللعب. منسق. غريب. غريب ينطلق. وصلش كورتو. فيه خطة. جو روتيان بوكو بلوس لو بو فوتبول لوفونسيف دي دو كوتي الحماس هذاك دي دو كوتي تاع شاكان voulait gagner cette Coupe d'Algérie ou la ce match-là. Paris. Le public était un public extraordinaire des deux côtés, stade archi plein, 90% gardien Kobar. غير تصفاق غير لي بو بوت 3 بوت 3 صادير 5 بوت. دونك جو روتيان بوكو بلوس هادشي هذايا سيتي ان ماتش دو كاليتي. المنطقة نتاعهم. مليحة. باريس الارباس سنير فضل اللي خرجها تمس بعد الضغط مضايقه نتاع عويس. بالحسن. تمس لصالح العروسي المره هذه. 20 دقيقه لعب. نتيجه تعادل 0-0. بويش. بوسري. بن شيخ. غريب. بن شيخ يبحث على مساعدة. مراوغة مليحة في وسط الميدان. مش راح يعمل بالكرة. يدخل بن شيخ. يدخل يراوغ زوج لاعبين ثلاثة. يدخل داخل المنطقة. خطورة اللقطة من بن شيخ. لقطة فردية. كاد على أثر بن شيخ باش يخادع الدفاع. لكن اليقظة تاع عمارة كانت بالمرصاد. وتبع عمارة مليح اللقطة. وعرف كيف يخرج في الوقت المناسب. ويغطي الزاوية تاعه وينقذ فريقه من أول محاولة خطيرة. أول محاولة خطيرة من جانب بن شيخ. لقطة فردية مراوغة بالجسم للدفاع والدخول داخل المنطقة. كاد على إثرها باش يفتح باب تسجيل. هو حوال الوقت الرسمي. بوسري خطيرة. بوسري يكثر يبحث على مساعدة. يوجد مغيشي.
ريح مغيشي بوسري مغيشي يدخل داخل المنطقة. كاد مغيشي كاد مغيشي كان وجه لوجه مع الحارس عبارة، لكن ما عرفش كيف يستغل الفرصة هذه. يوقف بويش، كان بن شيخ يبقى متحرر الآن في وسط الميدان، يلعب ذكاء كبير بن شيخ حيث ما نشوفش الرقابة اللي عليه. غريب جاء اليوم مع عيبود لحالي، كان فيه تسلل فهمش مع مغيشي. تمريرات مركزة من جانب الجمعية الآن، تحضير الهجوم فركاني بالحسن، روغة مليحة من بالحسن فرقان. من أنت؟ عبد السلام كمال فرقاني، عبد السلام كمال وزنير عذاري، تخرج الكرة ستة أمتار فرقاني، فرقاني ودينا مع زنير بالحسن ودينا بكل قوة ليح ودينا زنير أخذ ورد بالكرة، توزيع في وسط الميدان، خروج من المنطقة الآن، تحرر بعد إخراج الكرة الشيخ ما يوصلش عليها، تصبح لصالح الجمعية الآن. فرقاني خبرة وتجربة كبيرة، كرة مرتدة لكن العروسي يسرع وأيت مهور في الأخير. نعيش دقيقة 28 بالضبط من تلاقي المقابلة، صعبة بالنسبة للفريقين، وتحاول كل فريق أنه يوجد طريقة مثلى للوصول إلى شباك الآخر، لكن نرفزة حذاري لقطة خطيرة، عويس يراقبها رقباش مليح والعروس يتفوق عليه يتركها لبن شيخ. قلت كل فريق كان متخوف ويلعب بأعصاب متوترة، ويش ما يرقبش كورته مليح. شي لي بالحسن، حسن لي أدغيغ، منت تركها لي باريس فرقاني. كل لاعبين تاع المولودية في المنطقة نتاعهم، ما فيه معاكسة. زنير لمغيشي ليح المراوغة ليتركها لغريب، غريب بويش، بويش يسرع بويش، هذفة قوية من بويش وبلمو ضيع، ضيع بلمو، ما كان فيه تسلل من بلمو، كان فيه تسلل. اللقطة هذه كانت في الدقيقة 31 من الشوط الأول هذا، طبعا لنفذ المخالفة، فيش تسلل وبيش يدخل داخل المنطقة لكن عمارة يخرج. الحكم يقول لا، يقول ما فيش لمس، لو ان اللاعبين يحتجوا ما زال الخطر. بلمو بوسري بويش والهدف، لا هو العارضة وبويش، ولكن الكرة تدخل، تدخل في الأخير من غريب، غريب يفتح باب التسجيل ويفك العقدة تاع النرفزة وتاع الأعصاب المتوترة أنت على الجمهور الحاضر اللي يهتز، هو الآخر يهتز للهدف الرائع اللي كان سجله غريب في اللحظات هذه، وبالضبط في الدقيقة 35 من الشوط الأول هذا، وإن تصبح النتيجة هدف لصفر لصالح مولودية نفط العاصمة. الهدف جاء قلت في الدقيقة 35 بعد هجوم سريع وخاطف من غريب، حيث كان بن شيخ قذف في العارضة، غريب وصلته الكرة عرف كيف يستغلها ويسكن الكرة في الجهة اليسرى من مرمى عمارة، هدف لصفر. عروسي في الأخير، العروسي هو اللي يسجل حسب السبورة، ما قدرناش نتعرف على اللاعب اللي يسجل. المهم هدف لصفر لصالح بلدية نفط العاصمة وانطلاقة جديدة الآن، والآن راح نشوف فعلا لقاء شيق، راح تكون المقابلة أحسن الآن، وهذا ما نتمناه، حيث الجمعية راح تعمل كل ما في وسعها باش تعدل النتيجة، المولودية راح تعمل كل ما في وسعها باش
تبقي على هذا الفوز الطفيف. كويس يبقى متحرر، عذاري الخطا، خطيره اللقطه، خطيره ومحيوس يدخل، زال الخطر، فرقاني وزنير في الاخير. غش وركنيه رابعه، وزع الكره نتاعو كما ينبغي فرقاني وباللبن. عروسي مراوغه مليحه لباريس، منات داخل العروسي من اخرى، لعب ممتاز جدا في الدفاع، نشط كثير، ومغيش انطلاقه، انطلاقه لبوسري، انطلق وحده بوسري، انطلق انطلق يحاول يراوغ بوسري، معاه مغيشي وبويش، بوسري يدخل داخل المنطقه يراوغ زوج لاعبين، بويش تبقى عنده كره خطيره خطيره، ما راقبش كوكو كما ينبغي، ولا كان هدف ثاني. ركنيه باليسرى مليح هذا كما ينبغي، زنير يطلع يتفوق على كل لاعبين. مرة أخرى زنير غريب، ودينا ويش ودينا، انطلاقة تاع ودينا، يسرع كثير بالكرة، باريس ما عرفش واش يعمل بالكرة، يوزعها في الأخير في اتجاه الهجوم، وجود محيوز خرجها كمس أمام عويس، الشيخ يستعد، ويام بن شيخ، اوه خطيرة كانت، خطيرة اللقطة، قوس بالظهر الرجل نتاعو، الحكم يحنصل في الوقت المحدد، صعب وكان شيق إلى حد ما، تهيأ، نافذ باليسرى وأيت مهوب يخرج الكرة من المنطقة نتاعو، مازال الخطر بوزار. ايت مهوب فوت الكره فوق الشباك نتاعو، ارضيه من الارباس، لكن الدفاعي يدخل، كل اللاعبين نتاع المولوديه في المنطقه نتاعهم، طيره طيره من ناد، مازال خطر من ناد، ومحيوز يخرج الكره، خرج الكره، حكم كان قريب من اللقطه ولو ان اللاعبين نتاع الجمعيه يحتجوا. عبد السلام وزنير عبود، عبد السلام يفتح مرة أخرى، بويش يدخل، في ضغط من جانب الجمعية، شيء ما منتظر، حول التحصيل على الهدف التعادل، نربس، عبد السلام كمال، منات، ودينا، فرقاني، ما يسجلش الهدف، خطيرة، زنير يخرج الكرة، زنير يخرج الكرة من أمام عويس، عويس تضيع منه فرصة لتعديل النتيجة، غلطة من الدفاع وانطلاقة نتاع فرقاني كاد على إثرها، نهاية مهوبة بالمرة بالمرصاد، يلعب كجناح أيمن، سريع ومراوغ ماهر فرقاني. لكن العروس يتفوق عليه باللمون، باريس مناد، باريس يدخل داخل المنطقة، مليحة مليحة، والهدف التعادل، التعادل بالحسن. كوتي جياسكا نار، كوتي جياسكا سي دي جوار تنجم تقول برسك كاع يتيك، تاخذ ميليو تيران كان باريس ما يحبش نمله، ما يحبش يخدم مع اوترونس، كان عندهم تشيبالو في لاتاك، سي ان غران اتاكون، كانت عندهم لين داتاك مليحه، ان بون ميليو، عبد السلام بون ميليو، بوكو جوار، ان ديفونس كيما عبود، كانوا عندهم لاعبين، كانوا عندهم، وحنا حنا بيان سور يا في بويش ناصر بوسري، وكانت عندنا كان في الوسط قالنا كان يخدم المغيشي، كان فريمون يخدم في الوسط،
دونك بوكو بلوس حنايا من اللور كانت ليكسبيريونس اللي تلعب، التجربه هي اللي كانت تلعب. فوالا الشوط الثاني هذا ان الجمعيه اصبحت تضغط كثير وكثرت كثفت من الهجومات نتاعها على منطقه ايت موهوب، واستطعت بفضل المحاولات العديده والمتكرره باش تعدل النتيجه. طبعا المولوديه التجأت الى الدفاع، هذا في رايي خطا اعتبار ان ال 45 دقيقه ممكن تحدث كثير من المفاجات. الحسن من هذا مناد ومغيش، مناد يفتح وعويس، عويس ضربه راسيه كاد يسكن الكره في شباك ايت موهوب، ومغيش يخرج الكره بس لحظات حرجه تمر بها المولوديه، لحظات صعبه جدا تمر بها المولوديه. كان راهو زوج لاعبين حكم يقول له مخالفه بعد الخطا اللي ارتكب عليه. فرقاني في كيفيه المخالفه. ويا من فرقاني عبد السلام داخل المنطقه. الخطر خطر كبير. خير يوصل في الركنية. والهدف الثاني، الهدف الثاني من باريس، والهدف الثاني من باريس. حقيقة هدف في منتهى الروعة. عرف باريس كيف يتخلص من الدفاع ويسجل الهدف الثاني بكل روعة، كل روعة حقيقة. باغت هكذا الحارس وباغت الدفاع ويسجل الهدف الثاني في مرمى ايت موهوب بعد مرور خمس دقائق عن تسجيل الهدف الأول. يزيد باريس يسجل الهدف الثاني، هدف في منتهى الروعة، وتصبح النتيجة الآن لصالح الجمعية هدفين لهدف، هدفين لهدف لصالح الجمعية. وباللمو ينطلق رد فعل سريع، باللمو حصل على تماس حوالي نصف ساعة لعب. ويش ويش ماشي تغيير خرج ويش لقطة بالحسن على الجهة اليمنى الآن، سريع بالحسن لكن المرة هذه بصل الكرة العروسي غريب. منشيخ ثلاث لاعبين عليه، منشيخ ثلاث لاعبين يتفوق عليهم، كاد يسقط منشيخ. الحكم يعطيه مخالفة، اي مخالفة. والهدف والتعادل من محيوس، التعادل من محيوس. يا سلام، كانت لقطة هايلة، لقطة رائعة من بلمو. منشيخ وزع كورته كما ينبغي باتجاه الهجوم، كرة نصف أرضية، وبلمو بلقطة بالعقب بتاعه يخرج الكرة، توجد محيوس في التقاطها وإسكانها شباك عمارة، وإمضاء الهدف الثاني، هدف التعادل. هدفين لهدفين، ومهرجان انتهى أهداف اليوم. أربع أهداف تسجلت لحد الآن، وبقي 24 دقيقة بالضبط عن نهاية اللقاء. الجمهور الغفير يهتز للهدف هذا، 63904، هذا بالنسبة للوح الإلكتروني بالنسبة لإدارة الملعب، لكن عدد المتفرجين ظن أكثر من هذا، حيث نشوف عدد كبير من الجمهور واقف. وانطلاقة لبلمو، انطلاقة لبلمو على الجهة اليسرى مع الأرباس، فوق عليه الأرباس، فوق عليه وبالحسن، هجوم سريع. فرقاني هدفين لهدفين، قد في راسه خرجت جانبيه، الا كان الهدف الثالث مليحه من بن شيخ وباغت اللقطه. محيوس بوسري ضيع، وبوسري ضيع، ضيع فرصه، خطر كبير على المنطقه. ويش بالصدر يراقب كورته، يفتح في اتجاه بوسري،
يصرخ في باغة عمارة من منطقة العمليات وبالضبط في رمية الجزاء. ضربة رأسية لكن ضربة نتاعو ما سلام كمال. بويش يتفوق عليه ينطلق بويش. مليح مراوغة من بويش لعبد السلام كمال ويحصل على مخالفة بويش. ثم الانطلاق عبود اتجاه الهجوم الموجود من ند غاري ريتمه بيخرج ويحصل على مخالفة. كان تدخل قوي من ند حيوس ريتمه بيخرج هدف محقق من باريس. باريس كان وجه القذفة بالرأس نصف عالية كادت خادعة مهوب لكن مهوب حقيقة كان بالمرصاد وعرف في الوقت المناسب كيف يرمي روحه في الزاوية المناسبة ويخرج الكرة ركنية. ركنية تنفذ وما تسفرش على النتيجة. هذه في الدقيقة 35 من الشوط الثاني. نتيجة دائما التعادل 2-2 بين المولودية وجمعية يتفوق على زوج لاعبين ودينا بعد ما سقط بالكرة. حكم يقول تمس. بويش طلب الكرة من زنير لكن زنير يفضل يقذف. قوية وعمارة. عمارة بالمرصد. باتجاه الهجوم. محيوز من وسط الميدان لأيت مهوب. بوزار بويش يتفوق على بوزار وينطلق على الجهة اليمنى. احتفظ بالكرة بويش. مراوغة مليحة يخرج بوسري وجه لوجه مع عمارة. خرج بوسري وجه لوجه لكن بوسري ما عرفش كيف يستغل الفرصة. ترك الكرة وراه وجرى الوقت اللي كان بإمكانه. كانت في الدقيقة 40 بالضبط من الشوط الثاني. هذا 5 دقائق قطع لنهاية الشوط الثاني والمقابلة والنتيجة تعادل 2-2 بين الجمعية ومولودية نفط العاصمة. باريس في وسط الميدان. باريس لعويس بيحا أخذ ورد باريس عويس لكن بن شيخ يتفوق ومحيوس. بوسري ينطلق ما فيش تسلل. بوسري يراوغ عبود يكثر من المراوغة. فوق عليه عبود. كان بإمكان بصري باش ينطلق لو كان أذكى لكن راوغ وزاد راوغ وفي الأخير عبود يتفوق عليه وأقدر زنير يودينا بن شيخ يدخل داخل المنطقة ولا هدف. فلو بيت تروزيام بيت شفت انا بلي خلاص كانت عندنا انتوش لينا وين قلت له الودينا كان دروات قلت له خف لعبه خاطر شفت بلي ما بقى والو قيل دقيقه ونص ولا وين لعبها وجيتي ديريكتومون فير لي بوت وكي جيت نرجع اون روتري شي في الغاشي كسوسوا ديفونس تاع جياسكا وتاعنا دونك خممت رجع اون روتري نيمبورت كومون لا ميور فاسون سي دو فرابي في يد الغارديان احسن حاجه لي بلوس دو شونس تدخل كون نرجع اون روتري سي سكو جي في ضربتها اون فورس في يد الغارديان دونك هو لو طي يدير هكذا ضربتها فور بالاكستيريور قسابيدو دخلت فوالا سيتي التروزيام بيت بن شيخ يراوغ مرة أخرى بوزار لكن الكرة تفوتو وتخرج تماس والوقت الرسمي ينتهي الوقت الرسمي ينتهي والحكم بيلعب في اللحظات الأخيرة في الوقت الضايع من المقابلة.
جو لو جو لو ريغريت جو ما نتمناش اي واحد يدير كنت رايح ندير لو جيست في نص الطريق تاع لو جيست هذاك اللي حبست وشوز انسان يفا هاد لي جيست وهاد الحوايج اللي ماشي ملاح جو بونس كي فو 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 لي جوار ما يديروهمش هذاك الوقت وي مي من بعد ابري سي اوني دي زامي انسان واش تحب دير مالغري ضرتني بزاف بزاف وماشي غير هو كاين ناس اللي قالنا لعبوا دور كبير باش ما نلعبش لا كوب دي موند ان جور نحكيها في الجروب مي ان جور اون بارلي بنشي بويش وعرقل لا تلعبين عليه عرقل بويش يحصل على مخالفة الجمهور يوقف الآن بعد تسجيل الهدف مباشرة ويشجع زالت الحناجر وصل في المعزول في وسط الدفاع والحكم سيحصل يعلن عن نهايه اللقاء اعلن عن نهايه اللقاء اه ميموار واش جات لا فينال جات بوكو بليس لا فينال استادير كي تربح ان كلوب كيما لا جي اس كاي لا ليبوك سيتي اون ايكيب فريمون في القمه وكذا دونك اون ايليميني لا جي اس كاي صاي سي كيما يقول لك ترى راهو قلع دونك بور موا سيتي خلاص لا فينال نفرحو اونكور بلوس فوالا دونك فالي علي اون فينال الجمعيه عن قريب طبعا خروجها من الكاس مش معناها انها فريق ضعيف لكن الخبره كذلك تاع المولوديه